قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن جهود الدولة استطاعت تغيير مدينة العالمين الجديدة من مدينة ألغام وصحراء قاحلة إلى مدينة متكاملة الخدمات طوال السنة. أكد مدبولي أهمية ربط مدينة العالمين بشبكة نقل ومواصلات منها القطار الكهربائي، وذلك حتى تصبح مقصدا سياحيا عالميا. قبل هذا التاريخ هذه المدينة كانت منطقة يعني صحراء قاحلة، كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية. فبالتالي الحمد لله إن احنا يعني نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليه هذه المنطقة. أعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت إن الإنسان المصري قادر على كل شيء.